بسم الله الرحمن الرحيم. هندرس دلوقتي منطقة الثوركس، ريجون كبيرة في جسم الإنسان. الريجون ديت بتمتد من منطقة الروت أوف ذا نيك حتى الأبدومن. تتكون هذه الريجون من جزئين اثنين، من جدار خارجي اسمه ثوراسيك وول، وحشو داخلي يملأ تجويف اسمه الثوراسيك كافيتي. دي هي الأجزاء الرئيسية للثوركس. هناخد الثوراسيك وول لوحده و what is present inside the thoracic cavity في الموضوع التاني. الثوراسيك وول هو الجزء الأول من الثوركس. الثوراسيك وول يتكون من ايه؟ مين اللي بيعمل الفورميشن؟ بيتكون من 5 أجزاء: بوني بوكس اسمه ثوراسيك كيج، صندوق عظام اسمه القفص الصدري. هذه العظام connected together by group of intercostal muscles بتوصلة بنوع من العضلات بين الضلوع. هذه العظام، هذه العضلات تحتضن group enclosing group of intercostal nerves and vessels. يبقى ده الجزء الثالث من تكوين الثوراسيك وول. التلاتة دول متغطيين من قدام بجروب اوف ماسلز اسمها بيكتورال جيردل او حزام الصدر الامامي، ومتغطية من الخلف بانظر جروب اوف ماسلز اسمها ماسلز اوف ذا باك. التلات موضوعات الاولانية اللي هي الثوراسيك كيج والانتركوستال ماسلز والانتركوستال نيرفز اند فيزلز هي موضوع دراستنا في ريجون الثوركس، اما البيكتورال ريجون والماسلز اوف ذا باك هستدرس تبع ريجونز اخرى في الجسم. فنبتدي الان بالريجن الاولى، بالبارت الاولاني بتاعنا اللي ساهم في الفورميشن اوف ذا ثوراسيك وول، وهو الثوراسيك كيج. مما يتكون الثوراسيك كيج؟ هو السكيلتون اوف ذا ثوراكس، هيكل الثوراكس، يتكون من العظام الاتيه: من 12 قطعه اوف الريجولار بون، 12 بيسز اوف الريجولار بونز اسمها ثوراسيك فيرتبري. 12 قطعة من عظام غير منتظمة اسمها الفقرة الصدرية، رقم واحد. رقم اثنين، 12 بيرز اوف فلات اور لونج بونز اسمها ريبس او كوستي. 12 زوج من العظام المفلطحة، وفي بعض الاقوال العظام الطويلة يسموها الضلوع، ده الاسم الانجليزي، الكوستي اللي هو الاسم اللاتيني. ثم العظمة الامامية والتي تشبه السكين او الخنجر الروماني، نايف شيبد لايك بون اسمها ستيرنم، عظمة تشبه الخنجر او السكين الروماني القديم. في دراستنا للثوراسيك كيج شفنا 3 مجموعات من العظام بتكونه: ثوراسيك فيرتبري، ريبس، ستيرنم. هي ديت موضوع دراستنا في الجزء الاول من الثوراكس. فهنبتدي باول واحدة اللي هي رقم واحد، الثوراسيك فيرتبري. قبل ما ادخل على الثوراسيك فيرتبري، جمع فيرتبرا، عاوز اشوف الهيكل العظمي للقفص الصدري، شكل القفص الصدري ايه. اذا هو بيتكون من 3 حاجات: فيرتبري وريبس وستيرنم، شكلهم ايه مع بعض؟ ده منظر طبيعي اللي الثوراسيك كيج. ادي عظمة الستيرنم اللي تشبه الخنجر الروماني، رومان سورد، وادي الضلوع، وديت الريبس اللي ملتحمة مع بعضها مكونة الفيرتبرال كولم. ده منظر امامي بيظهر في عظمة الاسترنم من الامام. طب اذا جينا شفنا منظر خلفي، مش هنشوف الاسترنم، لكن هنشوف بدل منها العمود الفقري اللي هو الفيرتبرال كولم المكون من 33 فقارة، وبنشوف على الجانبين عظام الريبس. اذا الثوراسيك كيج اللي هو السكيلتون اوف ذا ثوراكس، والمكون من 3 مجموعات من العظام: المجموعة الاولى فيرتبري جمع فيرتبرا وهي الفقارة، ريبس جمع ريب وهي الضلع الضلوع، والاسترنم عظمة القص. طب لو جبنا نرسم في دياجرام، ده دياجرام سريع شغل مانيوال من صنعي انا، ادي عظمة الاسترنم، وادي العظام بتاعة الريبس من ورا الفيرتبرال كولم، ما رسمناهوش لان ده منظر امامي. الان نبتدي نتكلم على الفيرتبرا وجاء
جمعها فيرتبري اللي هي الوحدات البنائية المشكلة للفيرتبرا الكولوم اللي هو الجزء الخلفي من الثوراسيك كيج. تتكون الفيرتبرا من 3 أجزاء: بودي جسم، أرش قوس عظمي، فيرتبرا الفورامين اللي هو فتحة فقارية أو قناة فقارية. رقم 1 البودي. البودي اوف ذا فيرتبرا هي عبارة عن سك بلكي ماس اوف بون تشير الى الاتجاه الامامي، فهي لايز انتيريور، كتلة سميكة من العظام تشير الى الاتجاه الامامي. هذه الكتلة السميكة العظمية السميكة is separated from the vertebra above and vertebra below. كل فقارة مفصولة عن الفقارة اللي فوق منها واللي تحت منها بنوع من الأنسجة، هو عبارة عن غضروف اسمه انتر فيرتبرال ديسك، يطبع شكله يترك بصمته على جسم الفقارة في صورة جزئين اتنين، حلقة ليفية اسمها انيولاس فيبروزس قاعدة من الخارج، ثم مادة رخوة سوفت ماتيريال اسمها نيوكلياس بالبوزس. ده اجزاء الانتر فيرتبرال ديسك اللي ترك اثر بصمتها على جسم الفقارة. ده الجزء الاول من تركيب الفقارة. الجزء التاني اللي هو الارش راكب على البودي من الخلف، يبقى من اول هنا ويلف زي القوس بالظبط، يلف زي القوس حوالين جسم الفقارة اسمه فيرتبرال ارش. الفيرتبرال ارش بيكون من جزئين اساسيين، عبارة عن جزء صغير اسمه بيديكل وشريحة رقيقة سين بليت اسمها لامينا، يبقى دي شورت ستيم او نارو ستيم اسمه بيديكل، والسين بليت اوف بون شريحة عظمية رقيقة اسمها لامينا. البيديكل واللامينا اللي كانوا بيكونوا القرش متصلين ببعض، وعند اماكن الاتصال بتخرج 7 نتوءات عظمية 7 بوني بروسيسز، ده عند اتصال البيديكل باللامينا بالبودي. السيفن بروسيسز كانوا الاتي: 1 از دايركتد بوستيريور، نشا من اتحاد اللامينا مع اللامينا واسمه سباينس بروسيس واسم الشهره بتاعه سباين، ثم 2 ترانسفيرس بروسيسز يقع عند اتصال مين؟ عند اتصال البيديكل باللامينا، ادي البيديكل وادي اللامينا، فيخرج نطقين مستعرضين اسمهم ترانسفيرس بروسيس، ثم 2 superior articular processes اللي هو نتوءات عظمية مفصلية علوية تقع عند اتصال البودي بالبيديكل، وزيهم 2 من تحت 2 inferior، يبقى انا كده عندي 2 superior وعكسهم 2 inferior و2 transverse وواحد spinous process، يبقى كده 7 processes بيخرجهم عند اتصال اجزاء الارشز ببعضها ومع البودي، البيديكل مع البودي والبيديكل مع اللامنة واللامنة مع اللامنة، يحجز الارش من ورا عن البودي من قدام فتحة، الفتحة دهيت يسموها vertebral foramen. شكل البودي وشكل الارش بيتغير على حسب الليفل بتاع الفيرتبرا. الليفل يعني مستوى الفيرتبرا ديت، هل في مستوى الصدري العلوي او الاوسط ولا السفلي بيتغير الشكل، لكن دي بصفة عامة دي الفيتشرز اوف فيرتبرا، اي فيرتبرا تتكون من هذه الاجزاء، الا ان هناك تباين واختلاف في اشكال هذه الاجزاء وفقا لمستوى اللي موجودة عنده الفيرتبرا. اذا هذه الاجزاء الملامح العامة الجنرال فيتشر اوف الفيرتبرا. الفيرتبري هنقسمها لنوعين اتنين: تيبيكال ثوراسيك فيرتبرا. تيبيكال ثوراسيك فيرتبرا اللي كانت لها المواصفات اتية، ادي هنا عندي ادي الفيرتبرا البودي، وده الفيرتبرا الارش، وده الفيرتبرا الفورامين. الفيرتبرا الارش باجزائه ادي البيديكل ودي اللامينا، وعند اتصال البيديكل بالبودي من ورا او باللامينا من قدام واللامينا مع اللامينا 7 بروسيسز هيخرجوا. السباينس بروسيس من ورا نشا من اتصال عند اتصال اللامينا باللامينا، ترانسفيرس بروسيسز من السايدز ادي الترانسفيرس بروسيس اهو نشأ عند اتصال اللامينا بالبيديكل، ثم سوبيريور ارتيكولار بروسيس من فوق وعكسه من تحت عند اتصال البيديكل باللامينا. ده توب فيو، منظر علوي للتيبيكال ثوراسيك فيرتبرا. طب لو جينا نشوف اللامينا
واجزائها المختلفه. انا خدت اللامنه لوحدها، ادي اللامنه، اللامنه دي جزء من القرش، اللامنه ادي اللامنه، مع اللامنه هنجد السباينس بروسيس، وهنجد الترانسفيرس بروسيس عند اللامنه مع البيديكل، وهنجد الترانسفيرس بروسيس يحمل على جانبي نتوء مفصلي مستدير اسمه كوستال فاسيت، نشأ من عند اتصال جزء من الرب مع الترانسفيرس بروسيس اوف ذا فيرتبرا، يسموه كوستال فاسيت. من ورا هنجد السوبيريور ارتيكولار بروسيس، ونشأ ايضا عنده، يوجد على سطحه نتوء مفصلي ناعم اسمه سوبيريور ارتيكولار فاسيت. يبقى السوبيريور ارتيكولار فاسيت وفاسيت من الناحيه الثانيه، يبقى اتنين فاسيتس قاعدين على الاثنين سوبيريور ارتيكولار بروسيس. ده كان منظر علوي للفيرتبرال ارش بجزئيه، البيديكل من تحت واللامنه اللي باينه عندي من الامام. طيب لو جينا نشوف التيبيكال ثوراسيك فيرتبرا من الجانب، هنجد لها المواصفات الاتيه. تتكون الفيرتبرا من السايد، ادي بودي وادي ارش. الارش اللي هو الجزء اللي بعد البودي، behind the body، اسمه ارش. اول قطعه فيه اللي هي شورت ستيم اللي كان اسمها البيديكل. البودي بتاع الفيرتبرا من الجانب يحمل له upper border وله lower border وله anterior surface وله من جوه من هنا posterior surface. at the upper border of the body من فوق وعند lower border of the body من تحت هنجد فيه ختمين اتنين. الختمين دول عبارة عن two impressions في صورة يسموها costal facets. سببها ايه؟ الثوراسيك فيرتبري شكلها متغير عن بقية الفيرتبري في الآتي. اللي توجد في الثوراسيك ريجون عظام إضافية بتتصل معها اسمها الريبس، تترك أختام شكلها على جسم الفقارة. كل ريب بتتمفصل معها، كل ريب لها راس لها هد، تتمفصل مع اتنين فيرتبري، فيرتبرا من تحت وفيرتبرا من فوق. تترك ختمها على التو فيرتبري مع بعض في صورة فاسيت يسموه كوستال فاسيت. هذا الكوستال فاسيت هو أثر لختم الهيد اوف ذا ريب على جسم الفقاره. لان نص الفاسيت ده كوستال فاسيت، نص من فوق ونص من تحت، يعني نص فاسيت من فوق ونص فاسيت مش مدور، بنلاقيه ايه عباره عن نص دايره، بيكون غالبا بيضاوي الشكل. البيديكل لها ابر بوردر ولور بوردر بس مقطوع منتوش، في قطع فوق وقطع تحت. القطع اللي فوق والقطع اللي تحت بيسموه فيرتبرال نوتش. الفيرتبرال نوتش من فوق مع الفيرتبرال نوتش من تحت بيعملوا مفتحه يسموها انتر فيرتبرال فورامين. دي غير الفيرتبرال فورامين اللي جوه الفقاره اللي بين البودي وبين الارش. اما الانتر فيرتبرال فورامين فدي فتحات جانبيه نشات من الارتكوليشن اوف تو فيرتبري مع بعض بسبب وجود الفيرتبرال نوتش من فوق والفيرتبرال نوتش اللي من تحته. دول السبع بروسيسز اللي موجودين عندنا. ادي اول بروسيس اسمه سوبيريور ارتيكولار بروسيس، ويحمل على سطحه منطقه ناعمه اسمها سوبيريور ارتيكولار فاس. اذا كل المنطقه دي اسمها سوبيريور ارتيكولار بروسيس، اما الجزء الناعم فقط اللي اسمه سوبيريور ارتيكولار فاسيت. سببه ايه؟ منطقه ناعمه، علشان السوبيريور ارتيكولار بروسيس ده بيتمفصل مع الانفيريور ارتيكولار بروسيس بتاع الفيرتبرا اللي جايه من فوق، ومكان المفصل بتكون منطقه ناعمه اسمها فاسيت. فاسيت هي منطقه ناعمه مستديره على سطح عظمه بتمثل سايت اوف ارتكيوليشن، مكان مفصل. طب من تحت هنجد عندي انفيريور ارتيكولار بروسيس اهو، ويحمل على سطحه انفيريور ارتيكولار فاسيت. ليه؟ لان في عندي السوبيريور ارتيكولار فاسيت بتاع الفيرتبرا اللي تحت عامل مفصل هنا. طب هنا في ترانسفيرس بروسيس، الترانسفيرس بروسيس يحمل على سطحه كوستال فاسيت. ليه؟ لان الرب بتيجي تعمل تمفصل اخر مع الفيرتبرا مع ترانسفيرس بروسيس في هذا الموقع.
اذا نلاحظ ان في كوست 2 كوستال فاسيتس على البودي، 1 كوستال فاسيت على الترانسفيرس بروسيس. الاثنين اللي بقى على البودي ده للارتكوليشن مع الهيد، بس هنا الكوستال فاسيت دي مع الكوستال فاسيت اللي فوقيه لهيد واحده، اما هنا هوت للتيوبركل اوف ذا ريب. يبقى ده عندي 2 سوبيريور و2 انفيريور و2 ترانسفيرس بروسيسز، اما سباين فهو سباين واحد بس. دي مواصفات التيبكال فيرتبرا. التيبكال ثوراسيك فيرتبرا هي الفيرتبرا اللي كلها المواصفات ديت، بس في حاجه مهمه جدا، السباين از دايركتد داون ووردز اند باك ووردز، بيشير بيقول انا في منطقه التيبكال ريجون. يبقى دي تيبكال ثوراسيك فيرتبرا. لو جينا ننظر من فوق هنجد ان البودي هنا كان شكله هارت لايك، والفورامين اللي في قلب اللي بين البودي والارش كان شكله راوندد ان شيب. ديت هي مواصفات التيبكال ثوراسيك فيرتبرا. لو جينا نشوف شويه كلام عليها، البودي كارستو ديمي فاسيتس، ادي تو ديمي فاسيتس، واحد فوق وواحد تحت. الترانسفيرس بروسيس هنا شايل 1 كومبليت سيركولار فاسيت، ده عشان الارتكوليشن مع تيبركل اوف ذا ريب. اما السباين، السباين رقم 3 از دايركتد داون ووردز اند باك ووردز. بعد كده الفيرتبرا التيبكال لو حطيناها على ترابيزه او حطيناها على طاوله هنجدها لازم تميل على جانب واحد، اذا زقتها هتميل مش هتقوم نفسها تاني، يعني زقتها وقعت هتقع على جنب مش هتقوم. يبقى الفيرتبرا دي تيبيكال ثوراسيك فيرتبرا. تعالوا نشوف التيبيكال ثوراسيك فيرتبرا بالشكل الطبيعي. ادي الشكل الطبيعي بتاعها اهو، ده بودي ودي لامينا وده ودي لامينا ودي لامينا عفوا، الجزء ده بيديكل. ادي الاثنين كوستال فاسيتس اللي على البودي، وده الكوستال فاسيت اللي على الترانسفيرس بروسيس. ده الفيرتبرا نوتش اللي بيعمل الفيرتبرا نوتش اللي من تحت اللي مع الفيرتبرا نوتش مع العظمه اللي تحتيه هيكون الانتر فيرتبرا الفورامن. وادي السوبيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسيت، وده الانفيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسيت، ومن هنا الترانسفيرس بروسيس اند فاسيت اند كوستال فاسيت، وادي هنا السباينس بروسيس اللي بيقولوا عليه السباين. دي فيرتبرا طبيعيه، ده الشكل بتاع التيبيكال ثوراسيك فيرتبرا. التيبيكال ثوراسيك فيرتبرا هي الفيرتبرا اللي من 2 لـ 9. بعض الناس بيعتبروها من 2 لـ 8 ويقولوا ان 9 ديت اي تيبيكال. احنا هنقسم الفيرتبرا لنوعين، تيبيكال واتيبيكال. التيبيكال اللي حكينا عليها من شويه، الاتيبيكال اللي فيها تغيرات في شكلها، وهي تكون الفيرتبرا رقم 1 والفيرتبرا رقم 10 و11 و12. رقم 9 فيها اختلاف بسيط لكن مش هيفسد الود قضية، فبعض الناس بيقولوا عليها تيبيكال والبعض الاخر لا يقولوا عليها اتيبيكال. طب تعالوا نشوف وجه الاختلاف ونمشي مع الاراء دي. تشوف الفيرست ثوراسيك فيرتبرا شكلها ايه. لو نظرنا، الله، ده في اختلاف شوية في الشكل للفيرتبرا ديت عن التيبيكال. او ايه اول اختلاف؟ البودي، ده البودي شايل كومبليت سيركولار فاسيت على الابر بوردر ونص او ديمي فاسيت على اللور بوردر، ادي اول اختلاف. الاختلاف الثاني السباين، ده دايركتد باك ووردز ماشي هوريزونتال مش دايركتد داون ووردز زي التيبيكال. يبقى الفيرتبرا اللي بالشكل ده لو حطيتها على طاوله على ترابيزه عمرها ما تميل على جانب واحد، تفضل مستقره، يبقى هي ستيبل وين بوت اون ا هوريزونتال بلين. جسم الفقره بيبقى صغير، ولو الفيرتبرا اللي بالشكل ده يقولوا عليها فيرست وثوراسيك فيرتبرا. ده كوستال فاسيت على الابر بوردر كان كومبليت سيركولر، كوستال فاسيت على اللور بوردر كان ديمي فاسيت، ديمي يعني هيمي يعني سيمي فاسيت، وده كان الكوستال فاسيت اللي على الترانسفيرس بروسيس كومبليت وسيركولر، يبقى دي يقولوا عليها الفيرست. اهو الابر فاسيت اللي على البودي يوجوالي سيركولر وعامل ارتكوليشن مع الفيرست ريب فقط، لان مفيش ريب تاني عامل ارتكوليشن مع السيرفايكال فيرتبري. اللور فاسيت اللي على البودي من تحت كان ديمي فاسيت، كان عامل ارتكوليشن مع الهيد اوف ذا سكند ريب الترانسفيرس بروسيس، عليه كومبليت سيركولر فاسيت للتيوبركل اوف ذا ريب. السباين هوريزونتال ودايركتد باك ووردز، لما نحط الفيرتبرا ديت على هوريزونتال برين عمرها ما تميل ابدا على جنبها.
دي الفيرس ثوراسيك فيرتبرا. تعالوا نشوف رقم 9 المحل الخلاف، نرسمها الاول ونشوف في تغير في شكلها. السباين ده نازل لتحت اهوت، وفي كوستال فاسيت فوق، كوستال فاسيت تحت، وكوستال فاسيت على الترانسفيرس بروسيس. الكوستال فاسيت اللي تحت ديمي فاسيت، بس اللي فوق لارج ديمي فاسيت، ده كبير اكبر من نص فاسيت، ده 3 ارباع فاسيت. ده اختلاف الشكل اللي خلاهم يقولوا عليها ان ديت اتيبيكال، لكن نص تلات ارباع تلت فاسد مش هيفسد البيض قضية. بعض الناس هيمشوها تيبيكال وبعض الناس هيمشوها اتيبيكال، كلا الرأيين محترمين. ادي هنا الابر فاسد اللي على البودي اللي هو ده لارج سيمي سيركولر، واللور فاسد ده ديمي فاسد نص فاسد، والترانسفيرس بروسيس عليه كومبليت سيركولر فاسد، والسباين از دايركتد دايركتد داون ووردز ماشي اوبليكلي زيه زي بقيه التيبيكال. فعلى هذا الاساس التصنيفه بتاعتنا احنا بنعتبره تيبيكال، وفي بعض الاراء الاخرى بتعتبره اي تيبيكال، كلا الرايين جيد. تعالوا نشوف بقيه التيبيكال ثوراسيك فيرتبري رقم 10، هنرسمها ونشوف الاختلاف بينها وبين التيبيكال. رقم 10 ده في كومبليت سيركولار فاسيت على الابر بوردر، ومفيش حاجه تحت على اللور بوردر، والسباين يمشي بس حجم البودي كان كبير. يبقى كوستال فاسيت كبير ومدور على الابر بوردر اوف ذا بودي، كوستال فاسيت على الترانسفيرس بروسيس ومفيش حاجه تحت خالص، تبقى دي رقم 10. يبقى وان كومبليت فاسيت على الابر بوردر، اللور بوردر نو لور كوستال فاسيت، الترانسفيرس بروسيس شايل كوستال فاسيت عليه، السباين هوريزونتال وماشي باكورز. حجم البودي هنا كان كبير، لما لو جينا قارناها بالفيرست نجد ان حجم البودي كان صغير في الفيرست، هنا كان كبير. ليه؟ لان البودي اوف ذا فيرست ثوراسيك فيرتبرا ما بيشيلش وزن تقيل، لا هي الراس فوق ايه الراس والرقبه، انما البودي بتاع العاشر شايل مين؟ شايل جسم الانسان، شايل نص الترانك، فلازم البودي يكون كبير عشان يقدر يتحمل الوزن. طب دي رقم 10، تعالوا نشوف رقم 11 شكلها ايه، نقارن الشكل. ده رقم 11 فيه كومبليت سيركولار فاسيت على الابر بوردر اوف ذا بودي، بس مفيش ديمي فاسيت على اللور بوردر، ولا في على الترانسفيرس بروسيس حاجه، والسباين دايركتد باكوردز وجسم الفقره كبير، لكن هو الكوستال فاسيتز اللي هتفرق معانا، دي اللي هننظر اليها، ديت اللي هتقول مكان الارتكوليشن مع الريبس. يبقى هنا في رب واحده بس رقم 11 عامله ارتكوليشن مع الابر بوردر، مفيش حاجه على اللور بوردر، مفيش حاجه على الترانسفيرس بروسيس. حاجه يعني ايه؟ يعني كوستال فاسيت، تبقى ديت رقم 11. يبقى اونلي وان كومبليت فاسيت از بريزنت على الابر بوردر اوف ذا بودي اهو، نو لور فاسيت على اللور بوردر اهو، نو كوستال فاسيت على الترانسفيرس بروسيس اهو، السباين از دايركتد باكوردز اند هوريزونتالي، يبقى دي رقم 11. طب لو كنا نشوف رقم 12، ركز مع بعضنا. رقم 12 كويس، ده في واحد كومبليت سيركولار فاسد بس مش على الابر بوردر، ده على الميدل اوف ذا بودي بالقرب من البيديكل، مفيش حاجه على الترانسفيرس بروسيس. ده في حاجه كمان اكدت لي، ده الترانسفيرس بروسيس هنا شكله اتغير، ده شكله يحمل عدد من السكندري بروسيسز اسمها ماميلاري بروسيسز. يبقى اذا من مواصفات 12 الثوراسيك فيرتبرا اونلي وان كومبليت سيركولار فاسد از بريزنت اون ذا بودي في الميدل بارت بالقرب من البيديكل، الترانسفيرس بروسيس مش شايل اي كوستال فاسيتس، لا والترانسفيرس بروسيس بينقسم الى عدد من السكندري بروسيسز بيسموها ماميلاري بروسيسز، السباين دايركتد بوستيريور، الجسم بتاع الفقره هنا كبير. اذا هذه هي مواصفات ال 12 ثوراسيك فيرتبرا.